حياكم الله متابعينا الكرام، لكم أجمل تحية من ساحة مسجد الشيخ زايد في إمارة الفجيرة. تحية لكم جميعا. طبعا بالبداية أوجه تحياتي لكل الأمهات، لكل الزوجات، لكل الخوات، يعطيكم العافية على هذه المائدة وعلى هذا المجهود الجبار، علشان بس ترضون أزواجكم، ترضون عيالكم في هذه الوجبات الكريمة والوجبات الطيبة. بعد أوجه تحياتي أيضا للأزواج، بارك الله فيكم، خفوا عليهم شوية، لا تكثرون سووا كذا وسووا كذا وسووا كذا، يعطيكم العافية وربي يقويكم إن شاء الله في برنامج مدفع الإفطار. عاد لكل الأشخاص اللي يقولون في بداية شهر رمضان المبارك نحن ما نقدر نسوي لا رياضة ولا نقدر نسوي أي شيء، لا بالعكس، تقدرون تسوون أنتوا هذه الرياضة وأموركم كلها طيبة، بس تسوون الرياضة قبل الفطور بتقريبا ساعة ونص بالكثير، علشان ما تبذلون مجهود كبير. فعلى هالأساس عشان وزنكم لا يزيد ولا هم يحزنون، وبعد الفطور تقدرون تسوون رياضة بعد الفطور بساعتين تقريبا، ولا تجهدون نفسكم بالرياضة علشان تكون المعدة أكثر تركيزها على عملية الأيض في جسم الإنسان. تحية لكم طيبة ويا مرحبا بكم. نشوف في عندنا صغار كثار هنا في مدفع الإفطار، نتعرف بأساميكم، تعرف باسمك؟ دانا. شلونك، أخبارك؟ بخير الحمد لله. انزين، تربحين ويانا جائزة اليوم، شو رايك تربحين ويانا جائزة اليوم؟ اول شيء انت صايمه ولا فاطره؟ صايمه صافيه. صمتي اليوم؟ ما كليتي؟ ما تغديتي؟ ما تعرفين. انزين، بسأل سؤال، من هو العالم الذي اخترع قانون الجاذبيه؟ قانون العالم اللي سقطت التفاحه على راسه ومن بعدها اخترع لنا قانون الجاذبيه، تعرفين هذا العالم ولا لا؟ لا. اعطيك خيارات. إنزين، هل هو عبد الله الهاشمي ولا إسحاق نيوتن؟ عبد الله الهاشمي؟ ما بإسحاق نيوتن؟ إنزين قولي، إسحاق نيوتن ولا عبد الله الهاشمي؟ ها قولي. نيوتن. إجابتك صحيحة، تستاهلين جائزة مقدمة من تذكرة لشخصين من سينما جالكسي مع البيبسي والبوب كورن. يلا تفضلي. إنزين روح أنت وأهلك. إنزين. طبعا عرف مخترع قانون الجاذبيه اسحاق نيوتن. وحليله، اذا طاحت التفاحه سواها سلطه مو كانت احسن؟ قاعدين ندرس. زين، نشوف من الاطفال، تعالي انت يا حلوه، لحظه الحين برجع لك، تعالي يا حلوه، شلونك انت؟ خير. شو اسمك؟ نور. نور، صايمه اليوم ولا لا؟ صايمه. الله يقويك ان شاء الله. شو رايك اسال سؤال؟ ايه. تبين هذا الجائزه اللي فيها الكيس؟ في الكيس هذا تبينها ولا لا؟ كلمي قولي، تبيني ولا لا؟ أزي بسأل سؤال، من هو الطائر الذي يبيض أكبر بيضة في العالم؟ هل هي النعامة، الحمامة، ولا طائر البلبل؟ نعامة. طيب ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، تستاهلين. صفقولها. ليش تجي تعبانين قاعدين؟ هذه جائزة مقدمة من مركز هانوفر الطبي. تفضل يا حبيبتي، الله يحفظك إن شاء الله. زين، من يبي يشارك بعد؟ اصبر شوية، كلكم بتفوزون ويانا، لا تحاتون، بس واحد واحد. خلنا ناخذك انت اول شيء. زين، بسألك سؤال، من مصمم علم دولة الامارات العربية المتحدة؟ شيخ زايد. لا، شيخ زايد ابونا مؤسس دولة الامارات العربية المتحدة. هل هو سعادة عبد الله محمد المعيني ولا هو عبد الله الهاشمي؟ عبد الله الهاشمي. عبد الله الهاشمي؟ زين تعال جرب شوي. لا مش عبد الله الهاشمي، يقول سعادة عبد الله محمد المعيني ولا عبد الله الهاشمي؟ عبد الله المعيني. ونعم صح، إجابتك صحيحة حبيبي، وتستاهل جائزة مقدمة من شرطة الفجيرة. تروح عند إخواننا اللي في الشرطة هناك بيعطوك الجائزة. وبعد منو عندنا مليهات؟ خلنا نروح هناك شوي. اصبروا. هذه الأجواء جدا جميلة هنا في إمارة الفجيرة وفي ساحة مسجد الشيخ زايد في إمارة الفجيرة. زين، نشوف الولد أول شيء اللي ورا بعدين نرجع لك، شو رأيك؟ زين، بسألك سؤال، نبات كانوا يستخدموه قديما للصابون، قبل يخترعون الصابون كانوا في نبتة يستخدموها للصابون، فشو اسمها؟ هل هي السدر ولا النخلة؟ السدر. السدر ولا النخلة؟ نخلة. النخلة ولا السدر؟ نخلة. ثبت، السدر ولا النخلة؟ سدر. السدر. حلو، إجابتك صحيحة حبيبي، تستاهل هذا كوبونات مقدمة من مسك الإمارات بقيمة 300 درهم. الله يقويهم إن شاء الله، ربي يحفظهم. يلا أحينا
زين بسألكم سؤال الحين، اصبروا بسألكم سؤال. وين نروح هناك ونرجع؟ زين خلاص بسألك انت سؤال. اول شيء عرفني باسمك. مايد علي. من متى انت هنا؟ من زمان. من هنا في ساحة مسجد الشيخ زايد. الساعة 6 أو 5 دقائق. حلو، يعطيك العافية والله يقويك إن شاء الله. شو رأيك في الأجواء هنا؟ حلوة. أجواء حلوة؟ هذه أول مرة تشارك ويانا؟ لا. ثالث مرة تشارك، وتبغى تشارك بعد مرة رابعة؟ زين أعطي مجال حق الجماعة. خلاص بنسألك سؤال ولا تزعل. إنزين، أنت صايم اليوم ولا بصايم؟ صايم. هي. إنزين بسألك سؤال، كم كان عمر الرسول صلى الله عليه وسلم عند البعثة؟ كم كان عمر الرسول صلى الله عليه وسلم عند البعثة؟ خيارات تبقى خيارات. إنزين، هل هو 20 أو 30 أو 40؟ 40. إجابتك صحيحة حبيبي، تستاهل. وروح عند عمنا الشرطة هناك، هو بعد بيعطيك الجائزة. إخواني وأخواتي تحية لكم طيبة، والله يحفظكم إن شاء الله ويقويكم. بعد مثل ما قلنا لكم إنكم تمارسون الرياضة قبل الفطور وبعد الفطور، ربي يحفظكم إن شاء الله وربي يقويكم دائم. تقبلوا تحيات طاقم برنامج مدفع الإفطار، ومحدثكم عبد الله الهاشمي، أتمنى لكم صياما مقبولا وفطور شهي. تمام، دقيقة. مو مشكلة، خلاص. هي